اذا نشرب امي هاك ويز ديال الماء. حنا وليداتنا الصباح راه مهم جدا جدا جدا، ولحتى وليداتنا كذلك نوصيهم نعطيهم قرايه ديال الماء ونقولوا لهم شربوا الماء، ماشي بالضروره ان تيجيكم العطش ولا تجري ولا، شربوا الماء باستمرار، شربوا الماء باستمرار. ينصح به فصل الشتاء، علاش؟ لان ما كنشعروش بالعطش ولكن الجسم ديالنا راه محتاج الماء. صح خالد، والنقطه حتى اللي قلتي البارح ديال ان حتى المعلمين والمعلمات اللي عندهم وليدات صغار خصوصا اللي فلاج اللي ديال 6 سنين 7 سنين 8 سنين واللي ما قلناش لهم ديروا شي حاجه راهم تنساوها، تلقاهم لاعيين مع الكوغ ولكن ناسين الماء. نردوا البال للوليدات والتلاميذ ديالنا يشربوا الماء شويه هذا النهار هذا ولا طيله اليوم، لانه كما قلتي هذه القضيه هذه مهمه بزاف. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اعجبني ومشاركه الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناه سعيد.